بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى سكان سيدي عامر بأخلص التهاني وأسمى عبارات الأماني بمناسبة هذا العيد المبارك وهذه المناسبة الطيبة، دون أن أنسى أن أتقدم كذلك بنفس عبارات التقدير ونفس عبارات التمنيات إلى السيد رئيس الدائرة ومعاونيه، وإلى كذلك إلى السيد رئيس قائد فرقة الدرك الوطني ومعاونيه، السيد رئيس الأمن الدائرة ومعاونيه، وكذلك إلى جميع ناشطي المجتمع المدني، دون أن أنسى بطبيعة الحال جميع عمال البلدية الذين ما فتئوا يبذلون قصارى جهودهم من أجل خدمة المواطن العامري، وذلك ما نسعى إليه جميعا ولا وهو خدمتكم. ومرة أخرى أتمنى لكم عيد فطر مبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.